هل برأيك تهجير العوائل تحت ذريعة العمليات العسكرية يعتبر مبرر واقعي أم أن هناك نوايا أخرى؟ يعني المعلن لا نستطيع أن نتكلم ربما بأمور لحد هذه الصورة لم تتضح فيها المشهد، ولكن أعتقد أنه يجب كان أن كما أسلفت في البداية أن يوفر أو توفر الحكومة القوات العسكرية الملاذات الآمنة للمواطنين أو لسكان تلك المناطق قبل بدء أي عملية عسكرية. طبعا البعض تكلم خصوصا خلال هاي اليومين أنه هنالك محاولات لتغيير في هذه المناطق، محاولات إخراج أهاليها، حتى الهاشتاكات للناشطين خلال اليوم واليوم السابق تكلمت عن أنه هنالك ربما يكون أو تكون هنالك خطة لتهجير أناس من مناطقهم. يعني هذه بالدرجة الأساس يجب أن يكون بها موقف سياسي من أبناء النواب المحافظة والمناطق تلك، لأن لا يكون أو لا نريد أن تكرر صورة الماضي القريب التي ما زال الكثير يعاني منها لحد هذه اللحظة. طيب يعني تهجير هذه العائلات ألا يشكل يعني عامل تهديد آخر في هذه الظروف وسيخلق مشكلات ربما نحن في غنى عنها في الوقت الحاضر؟ يعني بالطبع هو هذا ما أشرنا إلى بالبداية، أنه كان يجب أن يكون هنالك حل واقعي، لا نريد أن نزيد النازحين، لا نريد ربما البعض، يعني أنت عندما تترك بيتك وملاذك وتهجر في خيم، يعني أنت المشكلة أنه ليس هنالك أخذوهم إلى بيوت أو أماكن للسكن، يعني في خيم، فبالطبع يعني هذا سيولد ربما في داخل البعض يعني عملية مو نقول كره بقدر ما أنه يكون ناقم على الوضع، أن لا يحاول، يعني أنت شخص أخرجته من بيته، أخرجته من ملاذ الآمن كما قلت، ماذا ستنتظر منه؟ لكن يجب أن يعلو صوت الحكمة ويجب أن يكون هنالك حل حقيقي في تلك المناطق.